السلام عليكم جونيور وان، درسنا النهاردة الفعل المضارع. قبل ما أبدأ هنفتكر مع بعض تاني أقسام الكلام في اللغة العربية. أقسام الكلام في اللغة العربية هما ثلاثة أقسام: اسم، فاعل، حرف. احنا مش هنعيدهم تاني، احنا بنفتكرهم بس. اسم كان ليه صيغة كده بنحفظها، الاسم اللي هو ايه؟ ال، به يعني التنوين، تاء مربوطة وياء ملكية، اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو بلاد أو جماد. الفعل اتفقنا إن هو حدث، واتفقنا إن هما تلاتة أخوات. الأفعال تلاتة أخوات، أخدنا الفعل الماضي، فعل ماض عدى وفات. عندنا نوع تاني هناخده النهاردة، الفعل المضارع. فعل مضارع لسه بيحصل. وعندنا تالت قسم من أقسام اللغة العربية الحرف. الحرف زي حروف الجر. هنفتح كتاب المدرسة على الفعل المضارع ونبدأ في قراءة الأنشطة اللي هتوضح لنا معني. هقول تاني أغنية الأفعال ونفضل نرددها لحد ما نحفظها. الأفعال تلاتة أخوات، فعل ماض عدى وفات، فعل مضارع لسه بيحصل، فعل مضارع لسه بيحصل. زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنعمل ايه؟ نذاكر. احنا قاعدين فعلا بنذاكر وماسكين القلم في ايدينا عشان بنكتب، وبنجلس نشاهد الكمبيوتر الحاسب الآلي. يبقى انا بتكلم عن حاجة بعملها حاليا دلوقتي. طب نقرأ الجمل ونشوف الفعل المضارع. اول جملة بتقول يذهب وليد الى المدرسة. يذهب، انا بتكلم وشايفة وليد شايل شنطته ورايح المدرسة حالا. أنا بكلمك وأنا شايفاه بيعمل كده في الطريق. فين الفعل المضارع اللي لسه بيحصل؟ برافو عليكي، يذهب. الجملة اللي جنبها تشرب ثمر العصير. أنا ببص للصورة شايفة ثمر ماسكة عصير في إيديها وبتشفط بالشاليمو وقاعدة بتشرب دلوقتي حالا، لسه بيحصل الفعل. فين الفعل هنا؟ تشربه، لأن ثمر اسم بنت والعصير ده اسم عشان بدأ بأل وبيدل على اسم جماد. هتقري الجملتين اللي فاضلين وهتعملي دايرة أو خط على الفعل المضارع. فعل مضارع لسه بيحصل، فعل مضارع لسه بيحصل. نشاط 2، اكتب فعلا مضارعا يعبر عن كل صورة. أنا شايفة الأب أو الرجل بيعمل ايه في التلفاز؟ برافو عليكي، انا سامعاكي بتقولي لي يشاهد، ده ماسك الريموت وقاعد بيتفرج عليه دلوقتي، يشاهد. طيب البنوته الجميله ماسكه القلم، الصوره اللي جنبها ماسكه القلم وحاليا بتعمل ايه وانا بكلمك؟ تكتب. برافو عليكي. طيب البنت الجميله دي بتعمل ايه دلوقتي؟ هيا هنفكر في الكلمه، يلا بتعمل ايه؟ تصحى. ماشي، في كلمه كمان ادق، تستيقظ. يلا بينا نكتبهم مع بعض. ادي الكلمات عندنا: يشاهد، تكتب، تستيقظ. هنبص للصور اللي تحت التلاتة وهنفكر في الكلمات وهنحلها لوحدنا. نكمل الأنشطة بتاعتنا ونشوف نشاط 3، أكمل الجمل التالية بفعل مضارع مناسب. أول جملة نحط إيدينا كده عشان نعرف نقرأ كويس. أقبيبو إلى المستشفى. الطبيب إلى المستشفى، فعل مضارع لسه بيحصل. الطبيب دلوقتي حالا هيتوجه إلى المستشفى. هقول إيه؟ برافو عليكي، يذهب الطبيب إلى المستشفى. هو انا بكلمك وهو رايح، وغير كده كمان هو كل يوم بيعمل كده، بيذهب الطبيب الى المستشفى لانه بيعمل هناك. الجمله اللي جنبها التلاميذ في الملعب. التلاميذ في الملعب. يا ترى التلاميذ ممكن يكونوا بيعملوا ايه في الملعب؟ ممكن اقول يلعب التلاميذ في الجميل، ممكن كمان ايه؟ يجري. الاثنين صح، اللي انت شايفاه حطي عادي، الاثنين صح، اكتبي الاثنين صح.
طيب الجملتين التانيين هنقراهم كويس وهنحلهم لوحدنا. عايزة اقولك حاجة كده برضو، الفعل لما بيجي في اول الجملة بيبقى دايما مفرد، يعني يذهب الطبيب. الطبيب احنا خدنا المفرد والجمع، الطبيب مفرد، طبيب واحد. طيب التلاميذ دول جمع، ليه ما جبتش الفعل جمع؟ لان الفعل دايما لما بيجي في اول الجملة بيبقى مفرد. نشاط 4، عبر عن الصور بجمل بها فعل مضارع. هقول تاني، فعل مضارع لسه بيحصل، فعل مضارع لسه بيحصل. طيب البنوتة هنا بتعمل ايه؟ حاليا هي بتعمل وفي ايديها الحاجة وبتقلب. هقول ايه؟ ممكن اقول تطبخ البنت الطعام. ماشي، حد شايف حاجة تانية؟ انا شايفة بيض وتقريبا دقيق وهي بتخفق. ممكن اقول كمان ايه؟ تصنع البنت كعكة. الاتنين صح، اللي انتي حابة تكتبيه اكتبيه. الجملة اللي وراها أنا هقرأها، أعطى الولد طعاما للكلب من شوية، خلاص عدى وفات أعطى. طيب أنا دلوقتي هنادي على الولد علشان إيه؟ عايزة أحول أعطى لحاجة بتحصل دلوقتي، هتبقى علشان يعطي. أنت هتقريها وتكتبيها، هتحليها لوحدك، أنا ساعدتك فيها. الواجب بوكلت صفحة 50.